أهلا وسهلا، وبنرحب بكم مستمعي بودكاست عن طريق الصدفة. عن طريق الصدفة هو برنامج أسبوعي، وفي كل حلقة حتكون صدفة جديدة أحكي لكم فيها كيف فرقت في حياتي وغيرت لي حاجات كتيرة، سواء في شخصيتي أو في حياتي. واليوم اخترت أشارك معكم صدفة من أغرب الصدف اللي ممكن تحدث لأي شخص في بداية حياته الدراسية، وكيف إن الصدفة دي دخلتني للصحافة من غير أي سابق إنذار، رغم إنه دراستي كانت حاجة تانية خالص، يعني كانت بعيدة كل البعد عن الصحافة. وعنوان هالصدفة بتاعت اليوم تشابه أسماء. مين فيكم بيؤمن بالصدف في الحياة؟ أنا شخصياً بأمن بها، يمكن لأنه حياتي فيها صدف كتير، وبعتبر أي صدفة في حياتي ربنا بيوقفها في طريقي لسبب معين، والصدفة دي غيرت من دراستي ووجهتني لحاجة جديدة في حياتي. وهالتغيير بدأ لما رحت أسجل بالدراسات العليا، اخترت المدرسة العليا للتكنولوجيا لسجل فيها لأنه درجاتي كانت كويسة وكان ممكن أختار أسجل فيه. بس للأسف لما رحت أحط أوراق التسجيل تبعي انصدمت إنه التسجيل خلص، فكان لازم أعمل حاجة. رحت دخلت للمدير، فهمت الوضع، قدمت له ملف التسجيل، وبعد ما اطلع على أورائي سألني باستغراب عن الاسم الكامل تبعي. قال لي إنه اسمي نفس اسم زوجته كاسم ولقب، سناء عويش، ما كانش اسم بس أو لقب، الاسم بالكامل. فقال لي إنه دي من أغرب الصدف اللي شافها بصراحة، وقال لي إنه مشان الصدفة دي بالذات ممكن يساعدني، لأنه ربنا اللي خلاني أدخله لسبب مشان يساعدني في التسجيل. فأول حاجة كان سألني عايزة أسجل في أي تخصص، فقلت له ساعتها إني أخدت البكالوريا في الاقتصاد والمحاسبة، وكان نفسي طبعا أكمل في نفس تخصص دراستي اللي بفهم فيه، ولكن للأسف قال لي إنه مش هيعرف يسجلني في التخصصين دول بالذات، بس ممكن يسجلني في تخصص تاني، تخصص تاني اللي هو الصحافة والإعلام. بصراحة استغربت في الأول وترددت كتير، لأني مش بعرف أي حاجة عن الصحافة، ولا عمري فكرت ولا تصورت أني ممكن في يوم من الأيام أسجل فيها أو أدرسها، لأنه أنا أصلاً 3 سنين وأنا بدرس في المحاسبة والاقتصاد والقواعد والحسابات، يعني زي ما تعرفين الحسابات لكلها تسلسل، ولازم تركز كويس جداً، إذا أخطأت في رقم واحد النتيجة كلها تطلع غلط، ولازم تعيد من الأول من جديد. فمشان كده حسيت إنه المجال ده بعيد جداً عن مجال دراستي، ولكن اعتبرت للحظة إنه الصدفة دي بالذات تحدي بالنسبة لي. حسيت إنه ربنا حطها في طريقي مشان يوجهني لطريق جديد ممكن يغير لي حياتي للأفضل، وتكون حاجة كويسة وحاجة إضافية في حياتي. وبالأخير وافقت وسجلت في الصحافة والإعلام، فلقيت حالي كتير في هالمجال بصراحة. اكتشفت إنه عندي مواهب ما كنتش عارفها، حسيت إنه الصحافة غيرت من شخصيتي وعلمتني حاجات كتيرة، لقيت حالي أشوف حاجات بمنظور مختلف. وبصراحة اتعلمت من هالتجربة إنه لازم تكتشف وتتعلم حاجات جديدة في حياتك، وبعدين ممكن أنت تختار حتلاقي نفسك فيه. بعد سنوات من المثابرة والعمل الجاد حصلت في الأخير على الدبلوم العالي للتكنولوجيا، والخلاصة إنه الصحافة علمتني مش لازم تنتظر حد يلاحظك أو يكتشفك، مش لازم تستنى الوسيط اللي ممكن يتوسط لك مشان تشتغل أو مشان تبين حالك، لازم أنت تعلن عن نفسك وتظهر عملك، اتحدى حالك وبين للآخرين قدرتك على الوصول لهدفك مهما انتقدوك أو مهما حاولوا يرجعوك لنقطة البداية. لما تحب حاجة أنت بتعملها وتحط هدفك قدامك هتوصل في الأخير مهما عملوا ومهما انتقدوك. مشان كده ما تخليش عملك بس اللي يحكي عنك، أنت اللي لازم تحكي عنه. اصنع فرصتك بنفسك، ما تستنهاش تجيلك، عمرها ما حتجيلك. الحياة فرص، وممكن فرصة تغير لك حياتك عن طريق صدفة.
كانت هاي هي قصتي مع أهم صدفة في حياتي، وانتظروني في صدفة جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم عن طريق الصدفة، معي أنا سناء عويش وفي رعاية الله.